الكوره، لان الكوره واضحه جدا، انفراد وفرصه محققه لتسجيل الهدف من الانفراد، وبالتالي شيء طبيعي ان يكون في كارت احمر في اللعبه دي. عماد متعب يعود الى الكرات اللي كان متخصص فيها في بدايه حياته الكرويه، كان دايما بيسدد من الحته ديت في المرمى ويجيب جول. يا بقول لكم يعود الى حياته الكرويه الاولى، والتسديد من الضربات الحره وجول جميل، الهدف العاشر لعماد متعب في دوري هذا الموسم. يا 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 يجيب جول جميل جدا 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 عماد متعب، وهدف يضاف الى رصيده الاجمالي من الاهداف، واللي يصل بهذا الهدف الى 106 هدف مع النادي الاهلي. جول جميل جدا، حاطط الكره موجهها صح زي الكره بالظبط اللي انقذها بسام، حطها له في الزاويه البعيده، لكن التانيه كانت كره متحركه، دي كره ثابته حاططها في اقصى الزاويه البعيده. جول جميل جدا جدا. جول جول جميل الكرة وقعها حلو احمد وحيد يلا حطيت واحدة هوبا حطيت واحدة يلا بدا يلا جول ده يلا جول هوبا هوبا جول هوبا يلا جول 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 شوف يعمل ايه؟ شوف يعمل ايه عماد متعب؟ رقص كله، رقص الدنيا كلها الراجل ده، وادي هالراجل، وادي هالراجل، وادي هيلز السمكة، عماد متعب الممتع، الممتع، شوف الراجل بيعمل ايه عماد متعب، شوف اهو، هو ده، هو اهو كان اللي جاي عليه عماد متعب، رقص واحد ورقص واحد، وخد الثاني، هوبا الثاني كمان، هوبا الثاني كمان، وهتكون خلص يا عماد متع الناس، متع يا راجل، متع الناس، مش ممكن، لازم يكسبوا النهارده، تيم كبير كبير كبير، منتخب مصر، والراجل ده لعيب كبير قوي. لعيب كبير قوي يا عماد متعب، شوف بيعمل ايه؟ شوف الراجل بيعمل ايه؟ مش ممكن ثلاث هدفين ولا همه، حتى لو اربعه برضه ولا يهمه، ولا يهمه عماد هات من جوه، هات من جوه عماد متعب، جول جول. الخواجه الحقيقه يستفيد من حسين علي. عموما انطلاقه الاهلي من الجبل اليسرى، سلام الماتش ده، نشوف هدف مبكر عماد متعب خطير جدا يا عيني يا عمده عالمي، لا لا عالمي الولد ده، لا 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 هو 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 في الدقيقه الاولى، في الدقيقه الثانيه قبل الاختراق يتقدم النادي الاهلي باجمل اهداف عن طريق اجمل سبرين انكل في الدوري المصري، اجمل كره جميله عماد متعب يتقدم، وهنا شماريخ الاهلي في ليله ممكن يتغاضى عنها كل الارقام وكل الاخطاء، يتقدم عماد متعب باول اهداف في النادي الاهلي الكبير. اذا الاهلي يبقى كبير، بصوا شوف الاعاده، بصوا شوف الاهلي في انطلاقه، هو من فعلها وهو من خلصها وهو صاحب الكتابه بالقدم اليمنى الجميله، يسجل لصالح النادي الاهلي اجمل واحلى واجمل اهدافه مع انطلاقه لقاء كبير مع بطل كاس مصر فريق نادي انبي. اذا الانطلاقه موجوده وعماد متعب موجود، شوف مهاره الهداف يا جماعه، لا جونيور ولا غيره، سيبك انت البلدي يوكل وعماد متعب قيمه كبيره، عشان كده النادي الاهلي ادى الجنر 10 ايام وادى لعماد متعب انه يكون السترايكر الاول في الله عليك يا متعب، الله عليك يا متعب، الله عليك يا متعب، حلوة 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 يا داري بلاد، داري بلاد، داري بلاد يا على متعب. لعبها مع بابتريكا واعملها تاني وبيعدي عايز يشوط وعايز يشوطها، لكن مقفل عليه نادي الزمالك ويلعبها جوه جول، جوه جول عماد متعب، عماد متعب عملها حلوة قوي قوي قوي، ما يسابلوش أي مساحة، ده ما يستغلوش اي مساحه في الدقيقه 36. كوره حلوه 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 يا ولد يا ولد يا ولد، حقيقي مهاره عاليه جدا جدا، لم كوره ولف برجله الشمال وعملها واو لفه على يمين محمد عبد المنصف، يا ولد يا ولد يا عماد يا متعب، كوره حلوه جدا 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 في الدقيقه 38 من زمن الشوط الاول، كوره حلوه عملها لفها وعملها واو لفه سريعه في المساحة بسيطة جدا في الوقت اللي كان نادي الزمالك ماسك الكرة هو الأكثر، أهو شوف أهو غير اتجاهه إزاي وهو بيلف على طول راح لففها في الزاوية البعيدة جوه الجون ما يلحقهاش محمد عبد المنصف، واحد الأهلي لا شيء الزمالك، وتروح الكرة على طول لمحمد أبو العلا،
يلعبها على طول تاني لعادل فتحي، ما يتسابلوش اي خرم ابره عماد فتحي. صحيح يعني بيتحرك ورجلين الاثنين قدام المرمى جوه طبعا. ادي عوده لتسع لاعبين من نادي مونتري، استلام فرصه بالشمال يا متعب، جول جول متعب، الله يا فنان، الله يا موهوب، هدف التعديل يا دلال، يا سلام على الاستلام، الاستلام نص الهدف، الاستلام نص الهدف، متعب يعود، يعود متعب ويهز الشباك، يعود ليفعل ما يحب، لكن التبريره مميزه، تبريره مميزه من شديد، الله يا شديد، عندما تركز يا شديد ومتعب يا ولد من بين اخدام الحارس يسجل هدف التعديل لمصلحه النادي الاهلي في الدقيقه 9 من عمر الشوط الاول، متعب يعود بالنادي الاهلي. مواجهات النادي الاهلي امام الفرق المكسيكيه فيها فوز وحيد فقط على جنوب امريكا في طبعا نفس الضربة الحرة المباشرة، بيلعبها في القلب، وادي اللمسة، وادي مرة تانية المتابعة، دومونيك يقدر وبيركن واحدة وجول، جول جول جول، متعب متعب متعب، اوعى يجيلك متعب، اوعى يجيلك متعب، عماد متعب جامع الكرة المصرية، يعود من بعيد، يعود من بعيد، عماد متعب هداف من الهدافين الكبار، بيضع هدف من الماز، بيضع هدف من الماز، ويتقدم بالنادي الاهلي 2-1. كرة من دومونيك دي سيلفا على رأس عماد متعب اللي انتظر طوال 70 دقيقة مختفي في احداث اللقاء، ولكن مع اللقطة الاولى والتحرك الاول والهداف هداف، الهداف هداف، بيظهر عماد متعب في لقطة الدقيقة 71 ويستثمر الكرة من دومونيك دي سيلفا، وضربة راسية عارفة طريقها، عارفة طريقها، قال لها تروح وراحت بالفعل في شباك أبو جبل، ويتقدم النادي الأهلي على إنبي، وتصبح النتيجة 2 الأهلي 1 إنبي. عماد متعب لعبد الله لسعيد، لو لسه رمان الباصه جميله، محاوله خطيره سريعه والعرضيه جميله، راس جول، يحيى الاهلي، يحيى الاهلي، الاهلي الكبير، الاهلي العظيم، الاهلي زعيم افريقيا، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي ملك افريقيا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، هدف الفوز الغالي بمشيئه الله، تسلم لي رجليك وايديك وعينيك يا ابو البنات يا ابو تماره ويا ابو سليم، يا عماد يا متعب، يا عماد يا مؤلم، عماد عماد عماد، يحيى عماد، يخلينا لعماد، ربنا يخليك لينا يا عماد، عماد متعب الهداف القناص جلاد الحراس، موجود قدام في خط هجوم النادي الاهلي، وعلى طول يظهر في الكتل ويظهر في الثانيه ويظهر في اللحظه المناسبه عشان يسجل هدف قاتل، هدف الفوز باللقب الغالي، البطولة رقم 20 بإذن الله القارية في تاريخ النادي الأهلي، والبطولة رقم 130 في تاريخ القلعة الحمراء، الأهلي كيان، الأهلي كيان، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار، الأهلي دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة من نهاية المباراة. عماد متعب تسلم لي إيديك، والله تسلم لي رجليك، والله تسلم لي دماغك، تسلم لي كل حته فيك يا عماد يا متعب، يا ريتني يا كبير، الفرحه الفرحه الفرحه، النهارده مصر كلها فرحانه، النهارده مصر كلها فرحانه، ولكن البصه ايه؟ البصه السحريه بقدم نجم النجوم الحاوي 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 الحاوي، وليد سليمان وارتقام راسيه جميله جدا جدا، اصرار ستيف العالي، ستيف يقاتلون على الكوره، اخر كوره وصعبه
جدا توزيع وصلت كرة مشات كرة جات والحارس والتعادل التعادل عودها مش ممكن قسونا مش ممكن الله الله يا الاهلي الله مش معقولين مش معقولين بالمرة عماد متعب عودها في دقيقة 94 ضد الصفاقسي ضد سيوي سبورت ضد وفاق السيف مش ممكن ما فماش فريق يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجهة كوس مثل النادي الاهلي مش ممكن مش ممكن مش ممكن الشياطين الحمر يتشيطنوا في استاد شاكر ويخطفون التعادل ونذكركم بهدف ايضا ضد فريق جدير في كاس الكاف اللي ترشح لها الاهلي بهدف دقيقة 94 مش معقولين مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلوية لا يستسلمون يلعبون لاخر اللحظات ربك يحبهم والكرة تحبهم وهم يحبوا انفسهم هذا الشوط من وقت البطل الثنايا اربع دقائق تماما مرت وتبقى دقيقة ونصف الكرة خطيرة يمر احمد عيد يرفع الكرة عرضية يا 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 على الكرة خطرة وتلعب مرة ثانية والجول الله كاس العالم يحدثني كاس العالم يحدثني وكأني به يقول أريد كاس العالم أريد مصر في كاس العالم إذ لم يكن هناك عربي فتكون مصر أم الدنيا أم الدنيا أم الدنيا أم الدنيا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا متعب يا متعب شوف أحمد عيد ولعبة الكورة يا الله يا الله يا سيد يا سيدي يا سيد يا متعب اتعبني يا متعب اتعبني يا متعب اتعبني